ويعطيكم العافية جميعا. رجعنا لكم بهاي السلسلة اللي هي سلسلة أسوأ مصارعين في التاريخ. غير ما نطول عليكم الفيديو، ادعوا لأخواننا في فلسطين، نبلش بالفيديو اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Welcome to Raw. To party. I'm home. Welcome to WrestleMania. Peace. مات ريدل. كثير ناس راح تيجي وتعارضني وتصير تقول لي لا، ومات ريدل مرتب، ومات ريدل بجنن وكل إشي، وكل شيء فيه روعه، والشخصيه والكاريزما والحكي. لا 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 يا اخوان، مبدئيا مات ريدل كان باليو اف سي زمان، تمام، كان باليو اف سي وكان جدا بخزي، اداؤه جدا كان زفت وزباله جدا. هالمصارع هذا سيء 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 جدا بالنسبه لنا. انا بقول لكم الاسباب كالاتي. اول إشي عندنا طبعا مات ريدل بدخل بفورمه جدا سيئه. طلعوا بس على اللبس، طلعوا اذا بدخل حافي، يا الله بدخل حافي يا زلمه، شو اللبس هذا اللي بلبسه؟ بدخل حافي، ما بيسوي ولا إشي، أي إشي احترافي بالمرة ما بيسويه. عمل حركة مرة غلط في NXT كأنه ضد توماسو تشيمبا حسب ما بعتقد، وكان يسبب له كسر برقبته من وراء الحركة، اللي هي نفس حركة إنك أنت تنط وتضرب واحد برجلك. طب أنت رجلك حافي، تمام، والضربة فيها راح تكون أقوى، لأنه أنتوا بالسيناريوهات بتكونوا لابسين بوات ضد يعني اللي هتصدم صدمات قوية. أنت لازم تكون حذر أكثر من هيك، ما بتعرف تنفذ الصدمات، ما بتعرف تنفذ أي إشي. تدخل بشخصية زي المثليين، تمام، هذا بالنسبة للسبب الثاني، بتدخل شخصية نفس المثليين حرفيا بحركاته تحركاته من الحكي زيك. يعني خلص لما جوا مع راندي أورتن كان عامل فريق حلو للأمانة، أنا ما بقدر أنكر الإشي، لكن بعد ما راندي أورتن صاب بيّن مات ريدل على حقيقته، بيّن مات ريدل إنه مصارع جدا سيء وجدا بخزي. العداوة اللي عمل مع سيث رولينز كثير كانت عاطلة، كثير كانت مملة لأبعد حد، كانت مملة عداوته، كثير كانت مملة وبتزهق بالمرة. كثير ناس المفروض يستغلوا هيك دفعات. أنت تلعب ضد سيث رولينز، يعني أنت ماخذ دفعة العمر، لو إنه سيث رولينز بعده لسه لا يعتبر من الأساطير، لكن سيث رولينز له فترة بالمجال، تعتبر إذا بتفوزه هاي دفعة العمر تعتبر. أما أنت تروح تضيع هاي الفرصة عشانك أنت بتتغابى وما بتعرف تحكي حتى بالمايك، طال بتظلك بس هذا هو زي ما شفته، والله بس يحكي لك برو ما في منه أي فايدة. هذا المصارع الحمد لله أنهم طردوه، لأنه أصلا هذا المصارع جدا مستفز، ما في إله أي إشي كويس عمله. أكبر ندم في التاريخ أقولكم على مستوى التاك تيم تشامبيون، ما بيستحق هذا اللقب. تخيلوا قديش ما بيستحق لقب التاك تيم تشامبيون المرة. راندي أورتن صراحة كويس إنه انفصل عنه، رجع راندي أورتن WWE بشخصية وفورمة أحلى بدل الشوارب اللي كان مربيها من ورا مات ريدل الهبيلة اللي ما بيستاهل أي دفعة. وهم نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويعطيكم العافية جميعا، وشكرا لكم على الدعم، دائما الدعم، القناة عم تكبر أكثر فأكثر، هون احنا مبسوطين ومنزيد شخصيا. بقولكم القناة ما شاء الله قاعدة بتطير بسرعة والحمد لله، هذا بفضل الله ثم فضلكم، فضل الدعم والمحبة، وإن شاء الله إنه إحنا بس نوصل 500 مشترك أبشروا في التنزيل اليوم اللي كلكم طلبتوه، وإذا ما عملناها بدي أحلق لكم شوارب مجد. أنا مالي كل شيء بدك تحطه في مجد يا زلمة. المهم يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.